لا يأس ولا استسلام، قضية مؤقتي الزراعة هنفضل وراها لغاية ما ربنا هيوفق، وأنا متأكد إن ربنا هيوفق، ومتأكد إن السيد رئيس الوزراء قلبه هيحن على مؤقتي الزراعة اللي بالغ عددهم مش أقل من 66 ألف واحد بيعانوا. وعندنا وعد من 3 سنوات بفكر بيه السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكثر من مرة، وعملنا حصر لما قلنا يا بس ما سبناش حتة ما اتحصرت، مالية حصرت، الزراعة حصرت، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. على كل حال عدد من زملائنا تقدموا بطلبات إحاطة هذا الأسبوع أمام لجنة القوى العاملة، وحضر ممثلين عن الجهات المختلفة. معنا السيدة النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. سيادة النائبة مساء الخير، يا ترى أنت عندك أمل في أن هذه القضية يمكن أن تحل؟ مساء النور على سيادتك مصطفى بي وعلى السادة المشاهدين جميعا، بشكر حضرتك لاهتمامك بمشاكل العمال على كافة مستوياها وشكلها. أولا بشكر السادة النواب اللي قدموا طلب الحاطة الخاص بهذه القضية. بصراحة أنا عندي أمل. إحنا لو حضرتك تفتكر يوم 2 نوفمبر 2021 تم عقد لجنة حضر فيها معالي وزير الزراعة، معالي وزير المالية حضر فيها، مسؤول معالي الوزير صالح بن الشيخ تنظيم والإدارة، وكانت الموضوع والتنمية المحلية ومسؤول التنمية المحلية كان موجود، وتم طرح الموضوع، وكان لأول مرة المكاشفة المشكلة فين بالضبط، وأخذنا بعض التوصيات اللي انتهت للآخر لمدى أهمية هذا الموضوع. التوصيات اللي خدناها عقدتنا بعدها لجنة أخرى، وكان التمثيل يعني مش مناسب للردود علينا على هذه التوصيات، إلا أني فوجئنا أني اللجنة الأخرى جت التوصيات وكان هناك بعض التواصل. التوصية الأخيرة أو ردود اللي جت لنا من السادة المسؤولين كانت مهمة جداً، يشرفني طبعا اني اطرحها على حضرتك. اتفضل. كانت التوصيه ضروره قيام وزاره الماليه، لان تم افاده اللجنه ان هو تم تشكيل بقرار دوله رئيس الوزراء قرار رقم 1236 لسنه 2021. اهداف هذا التشكيل تحديد فئات العمال، دراسه الحالات والتاكد من العقود كامله، وموجود مشكلة من وزارة المالية، من وزارة الزراعة، من التنظيم والإدارة، ومن الرقابة الإدارية. الهدف منها تحديد الفئات المختلفة على حسب الشرائح اللي احنا خدناها في لو تفتكر في التوصية السابقة، اللي هو قلنا ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة ومراجعة البيانات الواردة من الزراعة المؤقتين وتصنيفهم حسب شرائح العمرية، بداية الشريحة العمرية من 60 لـ50، وتوجيه وزارة المالية باتخاذ ما يلزم ذلك لإنهاء الأزمة. وطلبنا في اللجنة في الآخر أن احنا بنلتمس من سيادة رئيس الوزراء التوجيه بتكليف اللجنة لدراسة الموقف بعد 21 يوم بالضبط، يتم عرض هذا الموقف على اللجنة بالكامل لما وصلت إليه اللجنة المشكلة. وعرفنا ان هي اجتمعت 5 اجتماعات كاملة للوصول للحلول المناسبة، وان شاء الله قالوا لنا ادونا بالضبط 20 يوم، وبعد ال20 يوم بالضبط هنعرض عليكم النتائج النهائية. وطلبنا رئيسة اللجنة ان هي تكون موجودة معنا وعرض كامل لما توصلوا اليه عشان نقدر نشوف مين اللي خلصوا ومين اللي ما خلصوش، والعدد المتبقي هيبقى معنا قد ايه. يبقى إن شاء الله بعد ال20 يوم حيكون لنا كلام تاني. شكرا ليك يا سيدة النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة.